معكم الطالب سفيان بن أحمد تامجرت من ولاية غردايا. طبعا أهم شيء في بداية أو قصتي مع القرآن الكريم والتي كانت دعما من والدي الكريمين حفظهم الله سبحانه وتعالى، وكانت يعني أكثر من ذلك أنه وصلت إلى مرحلة أن لقيني الله سبحانه وتعالى بشيخ الأستاذ بكير جهلان الذي توفاه الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم أن يتغمده برحمة منه. كان هو السبب بعد الله سبحانه وتعالى أن ربطني بعلاقتي مع القرآن الكريم، وأكثر من ذلك يعني يقول الأستاذ احفظ وتدبر الآيات، أو قبل أن تحفظ تدبر الآيات حتى تفهم المعاني ويتجسد ذلك الأمر في خلال الواقع، وأن تكون فعلا متخلقا بأخلاق القرآن الكريم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نكون فعلا مثالا للقرآن الكريم. ربنا واشرح بي صدورنا يا ربنا. مرحبا أخي سفيان. أهلا وسهلا. مستعد إن شاء الله؟ إن شاء الله على بركة الله. الله يوفقك يا أخي، بسم الله. اقرأ لنا من سورة الأنعام من الصفحة 146 من قول ربنا جل جلاله: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث الحجر لا يطعمها إلا من نشاء لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم
حكيم عليم. حسبك، فتح الله عليك أخي سفيان، وأسأل الله تعالى أن يجزيك خير الجزاء على تلاوة القرآن الكريم.